انضم الينا من تونس عبر الهاتف السيد محمد بعود الكاتب والمحلل السياسي. السيد محمد، البرلمان في تونس ندد بالتهديد الارهابي الذي طال عبير موسي، هل هو نوع من المصالحه؟ مد يد العون والمصافحه من جديد ام هي محاوله للابتعاد عن دائره الاتهام؟ بدايه تحيه لك وصحه شريفتكم الناس كل. اولا هناك احتمال ثالث ايضا اضافه الى الاحتمالين اللذين تفضلت بهما. الاحتمال الثالث هو الرضوخ للضغط الكبير الذي ادته كل الفعاليات الشبابيه والسياسيه والثقافيه والاجتماعيه على صفحات التواصل الاجتماعي وفي المواقع الالكترونيه وسائل الاعلام حول هذه المساله، فاضطر البرلمان لاصدار هذا البيان علما وانه في السابق ومنذ اقل من 20 يوم تقريبا تعرض نائب عن ائتلاف الكرامه السيد العفاف الشخص الى اعتداء من هذا النوع، فسارع البرلمان الى عقد جلسه خاصه واصدر بيانا طويلا وعريضا، في حين انه في مساله السيد عبير موسي انتظر حتى راى كثير من التململ وكثير من الغضب لدى عامه الناس ولدى النخبه السياسيه. طيب. اي انه اجبر يا سيد محمد، الأحزاب أي أنه أجبر على هذا الأمر، هذا البيان، نعم، هذا التنديد. نستطيع أن نقول أنه أجبر ولو كان برغبة منه لكان منذ الساعة الأولى، لأن السيدة عبير موسي تلقت هذا الإعلام بتهديد حياتها من قبل وزير الداخلية شخصيا الذي استدعاه على ما يعني وزارة الداخلية أو فرقة مكافحة الإرهاب. فرقة مكافحة الإرهاب هي التي قامت باستدعائها. نعم، بأن هناك تهديدات جدية على حياتها، والسيدة نائبة في البرلمان وزعيمة حزب سياسي وتعتبر أيضا زعيمة المعارضة حاليا في مجلس النواب، وكان بإمكان رئيس المجلس أن يسارع منذ الساعات الأولى لإعلان موقف المجلس مثل ما فعل في عديد الحالات المشابهة التي تعرض طيب. لها بعض النواب. هنا يا سيد محمد، مراقبون يرون أن الأمر مؤشر خطر ربما في تونس، هناك سابق الاستهداف الأشخاص السياسيين شكري بالعيد والبراهمي عام 2013، هل تعود تونس الآن إلى هذه الأيام؟ طبعا نتمنى أن لا تعود، لكن الخشية تبقى دائما موجودة طالما أنها تعرف جيدا يعني مسألة الوضع في ليبيا الذي يزداد غموضا يوما بعد يوم، مسألة الحدود المفتوحة، مسألة أن الإرهاب لم نعلن بعد نصرنا عليه او اجتثاثنا له نهائيا، والدليل على ذلك انه حتى خلال نهايه الاسبوع هذا يوم الجمعه تحديدا بلغين من وزاره الداخليه يعلن احدهما عن القبض على ارهابي خطير في منطقه القيروان مصنف خطير جدا من جماعه داعش، وتفكيك خليه في العاصمه كانت تخطط لاعمال ارهابيه، اي ان الخطر الحقيقي لا زال قائما، واذا اضيفت اليه التهديدات لشخصيات سياسيه بالتصفيه فان المساله ساعتها قد تعيد لا قدر الله البلاد الى المربع الاول، مربع الاغتيالات. طيب. الذي نتمنى ان نكون قد تجاوزناه. اذا كان التهديد ما زال قائما يا سيد محمد، كيف يتم حمايه عبير موسي؟ هذه التنديدات هي التي ستحميها، هذا الالتفاف من قبل الصحافة والإعلام والساسة أيضا حتى زملائها في البرلمان، أم هناك خطة أمنية ربما لحماية عبير موسى في رأيك؟ هي عندها حماية شخصية، وأضافت إليها وزارة الداخلية بالتأكيد تعزيزا بعد التهديدات الأخيرة، يعني أن حمايتها الأمنية موجودة، لكن المسألة هي سياسية قبل كل شيء، وهي كيف نسمح نحن في بلد ديمقراطي في بلد يحترم في جميع الآراء والمواقف وفي برلمان فسيفساء مختلف في الاتجاهات الفكرية المتعايشة والمتنافسة والمتخاصمة في نفس الوقت، كيف نسمح بالعودة إلى مثل هذه الممارسات التي خلنا أنها انتهت في 2013 بعد العمليات المروعة ضد الشهداء شكري بن عيد والبراهمي ونقد وغيرهم، واعتقدنا اننا تجاوزنا المرحله واصبح الصراع
سياسي فقط. والسيد عبير موسى لا أعتقد أن لها خصومة مع الجماعات الإرهابية الموجودة في جبال صعاب أو في الصحراء أو لا أدري أين، ولا أعتقد أن لها خصومة مع تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش. هي خصومتها السياسية مع الحكم، مع حركة النهضة، مع رئيس البرلمان، مع غيره، وبالتالي أي تهديد لها هو يتنزل في إطار صراع سياسي حتى وإن كان من جماعات الإرهابية. يكفي أن تمضي أو توقع على أي برقية تهديد أو بلاغ تهديد. شكرا جزيلا عبر الهاتف ضيفنا محمد بعود الكاتب والمحلل السياسي.